يلا وكده بينا. زي ما حضرتكم شايفين، اول حاجه هنعملها هنجيب المكونات الجافه بتاعتني، كوبايه السميد، كوبايتين الدقيق، زي ما حضرتكم شايفين، وعليهم الخميرة الفورية والسكر ورشة الملح. وكيس الفانيليا برده عليهم. نقلبهم كده كويس مع بعض. هنزل دلوقتي في فنجان الزيت زي ما حضراتكم شايفين، وبايدي كده واعجنهم واشرب الزيت بتاعي كده في الدقيق كله زي ما حضراتكم شايفين. لو حابه صوابع الزينب بتاعتك تكون مقرمشه جوا، هي كده هتكون مقرمشه معاك. لو حباها تكون مقرمشه جوا وناشفه، فنجان الزيت دي طيب بدل ما تحطيه بارد تحطيه سخن، تخليه كده يغلي على النار وتضيفيه على الدقيق، بس ما تضيفيش الخميره الفوريه غير بعد ما الخليط بتاعك يهدي. يعني انت هتضيفي الزيت السخن المغلي كده على النار على الدقيق وهتقلبيه كويس، ما عاد الخميرة الفورية ما تضيفهاش. بعد ما يبرد الخليط بتاعك بعد ما تقلبيه تضيفي الخميرة الفورية. ان شاء الله لو ضفتي عليها الزيت هيبطل المفعول بتاعي، مش هتكون الخميرة معاك هي نشطة، هيموت يعني نشاط الخميرة. زي ما حضرتكم شايفين قلبت الدقيق بتاعي كويس والسميد اهو. هبتدي دلوقتي اضيف الميه بتاعتي شويه بشويه اهو. انا عايزه العجينه بتاعتي تكون ايه، ناشفه، ما تكونش العجينه طريه. زي ما حضرتكم شايفين كده لم العجينه بتاعتي، محتاجه شويه ميه عشان تبقى في التشكيل معايا حلو وسهل. زي ما حضراتكم شايفين كده العجينه بتاعتها هاي، عجينتها هاي اللي هي طريه معايا ولا هي ناشفه، بس هي ايه متماسكه هاي زي ما حضراتكم شايفين عشان اقدر اشكلها بكل سهوله اهي. هغطيها دلوقتي واسيبها كده تختمر وبعد كده نقطعها مع بعض. بالنسبه للشربات انا عملت الشربات، والشربات بتاعك لازم يكون بارد. وجع العجينة بتاعتي كده سبتها حوالي نص ساعة خمرت معايا شوية. هبتدي دلوقتي بسم الله كورها بالشكل ده، كور صغيرة اهو بالشكل ده اهو. اهو زي ما حضراتكم شايفين هكور العجينة بتاعتي بالشكل ده وارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده كورت العجينه بتاعتها، هي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ديته كلها، وهشكلها اللي هو بالمضرب السله بتاع الاطفال اللعبه زي ما حضراتكم شايفين، واغسلها كويس هشكلها بيه. ممكن بالمصفايه بظهر المصفه بتاعت العصير، ممكن بالمبشره بردك تشكليه. هجيب حته العجينه بالشكل دي اهو واضغط عليها اهو ولم هي اهو بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهنا قدها كده ضغطات اهو
شايفين بالشكل ده اهو، اهو بالشكل ده. نجيب عجينة تاني برضه، بس احاول وانا ببططها بالشكل ده اخليها برضه على الطول اكتر ما بالعرض، اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، وابتدي الامها اهو. نعمل واحدة تاني مع بعض. لازم العجينة تكون ناشفة معاك عشان تديك القرمشي، وفي نفس الوقت تعرف شكله بكل سهولة، اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي. اهو ابتدي دلوقتي الام اهي، هكمل باقي الكمية بتاعته كلها بالشكل دي تاي وارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين انا عملت دولي بالمضرب اللي هو المضرب البلاستيك، وهو زي ما حضراتكم شايفين ده شكله بالمربعات، عملت دول مربعات صغيرة اهو بالمصفى اللي هي المصفى السيليك داي. زي ما حضراتكم شايفين بجيب العجينة اهو بالشكل ده اهو، نخليها كده على شكل مستطيل شوي وبطيطها بايدي اهو والمها. ده شكلها من برا ومن جوا اهو بالشكل ده اهو. واحدة تانية نعملها هي مع بعض. ويلا بينا كده نقليها على البوتاجاز. كده اجيب الطاسة فيها زيت على النار واخلي الزيت بتاعي يسخن وانزل كده ببلح الشمي بتاعي، انزل بيه من الناحية اللي هي من تحت كده اهو بالشكل ده. زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، ابتدي دلوقتي اهدي النار عشان الصوابع تستوي معاي براحتها كده وتكون مقرمشة معايا وحلوة. طبعا وهي طبعا خمرانة حجمها يتضاعف معايا ها. الصوابع بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفينها استوت معاي وخدت اللون حلو اهو بتاعها، هطلعها دلوقتي على طول في الشربات. وهنا ده الشربات اللي احنا عملناه اهو مع بعض، الشربات يكون بالشكل ده اهو اهو. هطلع دلوقتي من الزيت على طول زي ما حضراتكم شايفين على الشربات.
وابتدي اوزع اغطي اللي احنا طلعناه، الصوابع اللي احنا طلعناه كده في الشربات. اها سامعين القرمشي؟ اها وادي الصوابع بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، هي شايفين جمالها وشايفين قرمشتها هاي معايا هي، وحلوة وجميلة خالص. ده اللي احنا عملناه بالمصفى، وده اللي احنا عملناه بالمضرب. اه زي ما حضراتكم شايفينه من برا ومن جوا. اها وادي برضه اللي بالمصفى، اها شايفينه بالشكل ده. اها دي الصوابع بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفينها وشايفين جمالها. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وياريت ما تنسوناش بالاشتراك واللايك في القناة، وما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. افتح لكم واحدة كده واوريها لكم اهو. بسم الله شايفين الصوابع من جوا مستوية معايا وزي الفل، هاي حلوة خالص. شايفين سامعين القرمشة بتاعتي قرمشة خالص اهي. وياريت لو عجبتكم الطريقة النهاردة برضه ما تنسوناش الاشتراك واللايك.